أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجوم إكسترا لأخبار الفن والفنانين. ميساء مغربي، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. واحدة من الممثلات المغربيات القلائل التي حققن شهرة في العالم العربي، ميساء مغربي اسم يثير الجدل دوما بسبب تصريحاتها الجريئة، لكنها أيضا تثير الإعجاب بصفتها ممثلة مغربية استطاعت أن تحقق تواجدا قويا جدا في الدراما الخليجية وتخطت عوائق كثيرة جدا. الاسم الحقيقي أسماء زويتان، تاريخ ميلادها 19 أغسطس عام 1983 ميلادي، وعمرها 35 عاما في عام 2019. مكان الولادة مكناس في المغرب. جنسيتها مغربية. مؤهل الدراسي إدارة الأعمال. أختها هي نينا مغربي. دخلت المجال الفني في عام 2000. مغربي ممثلة مغربية واسمها الحقيقي أسماء زويتان، ولدت في مدينة مكناس بالمغرب وعاشت طفولتها في فرنسا. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. للعيش مع أسرتها في السعودية، ثم انتقلت إلى دبي بالإمارات واستقرت هي وأسرتها في دولة الإمارات. درست الفنانة ميساء مغربي إدارة الأعمال وحصلت على البكالوريوس، ثم استكملت دراستها في قسم التسوق بباريس. ميساء مغربي لديها شقيقة واحدة وهي الممثلة نينا مغربي، وهي أيضا على صلة قرابة من الفنان سمير غانم. قرابة قوية بين الفنانة المصرية دنيا سمير غانم والفنانة المغربية ميساء مغربي، فدنيا سمير غانم خاله هو زوج خالة الفنانة ميساء مغربي. بدأت الفنانة ميساء مغربي مشوارها الفني في عروض الأزياء، ثم بعد ذلك عملت كموديل في الفيديو كليبات، وظهرت مع الفنان الإماراتي فايز السعيد في فيديو كليب جزاك الله حبيبي خير، كما ظهرت مع الفنان وليد توفيق أيضا. أول مسلسل درامي ظهرت به في عام 2000 ميلادي في مسلسل الديرانت، بعد تعرفها إلى المخرج أحمد عارف الذي أعجب بموهبتها وساعدها في اقتحام المجال. كان المسلسل الفارق في مسألة تعريف الجمهور بها هو الدنيا لحظة في عام 2004 ميلادي، حيث أن مشاركتها للنجمة حياة الفهد كان لها أثر كبير في شهرتها. توالت أعمالها وقدمت مسلسلات كثيرة أبرزها فنجان الدم وهوامير الصحراء وعرس الدم والليلة الثانية بعد الألف وغلطة نواف وأوراق الحب
وقابل للكسر. شاركت أيضا الفنانة ميساء مغربي، الممثل المصري فاروق الفيشاوي، والممثلة المصرية فردوس عبد الرحيم من خلال مسلسل أدهم وزينات والثلاث بنات. أما في عام 2015 شاركت ميساء مصطفى شعبان في بطولة مسلسله مولانا العاشق، كما مثلت بالمسلسل التاريخي سمرقند. قدمت عديد من الأعمال الرومانسية التلفزيونية مع الممثل محمود بوشهري، منها مسلسل قلبي معك في عام 2017 ميلادي من تأليفها، وهي التي كتبت قصته. مغربي برامج تلفزيونية، منها برنامج المليونير عبر قناة دبي، وهو النسخة الثانية لبرنامج من سيربح المليون. شاركت ببرنامج ريتينج مع الإعلامي وسام البريدي، وقدمت أيضا فوازير عبر قناة الراي، وحققت نجاحا كبيرا وقتها. مغربي ومحمود بوشهري ظهر الاثنين كثنائي ناجح في الدراما التلفزيونية، وأحب الجمهور تواجدهم معا أكثر، بينهم كيمياء وتجاذب كبير، مما جعل البعض يظن بأنه يوجد هناك قصة حب بينهم، وظهرت إشاعات كثيرة لكنها أكدت أنهم صديقين وهو في منزلة أخوها فقط. 2008 تزوجت ميساء مغربي من رجل الأعمال الإماراتي أحمد البادي، وأسسا معا شركة للإنتاج الفني. وفي عام 2010 انفصلت ميساء مغربي عن زوجها بعد خلافات ومشاكل عديدة، انتهت بالطلاق بعد زواج استمر لمدة عامين. تنجب ميساء مغربي بسبب معاناتها من مرض بطانة الرحم المهاجرة، والتي تسبب عقما للمرأة وتجعلها غير قادرة على الإنجاب. بسبب هذا المرض قامت الفنانة بعمل حملات توعية للنساء لكي يتم تشخيص مرض البطانة المهاجرة سريعا وعلاجها قبل التسبب في عقم المرأة. بعد انفصال ميساء مغربي عن زوجها أحمد البادي، تزوجت مرة أخرى من رجل سعودي في عام 2015 زواجا سريا، ولكنها رفضت أن تكشف هويته، وهذا ما يجعل إشاعة ارتباطها بالفنان محمود بوشهري كذبة وإشاعة، لأنها متزوجة منذ عام 2015 ميلادي، وهذا هو سبب كشفها لزواجها الثاني. عن عمليات التجميل التي أجرتها، كشفت أنها قامت بعملية تجميل لأنفها لأنه لم يعجبها في عام 2006. وأضافت أيضا ميساء مغربي أنها من الممكن أن تخضع لعمليات شد الوجه عندما تتقدم في العمر ويحتاج وجهها إلى ذلك، مؤكدة أنها مع عمليات التجميل.